وسوف أنقل الشعلة إلى زعيمة جديدة في هذه الأوقات بعد هذه المنافسة الشرسة، ولكن بعد هذا أو وراء هذا الباب الأسود فإن رئيسة حكومة جديدة سوف تظهر لتقود هؤلاء الأشخاص المتفانين في عالمهم. لكن من عملوا على البريكزيت ومن عملوا على أزمة كورونا لن ينسوا ماذا حدث في هذه الأشهر الأخيرة، في 16 الأخيرة، ولن ينسوا العمل الذي قام به أو قامت به الحكومة المحافظة، الأشخاص الذين قاموا بإرسال وتوفير الأسلحة إلى القوات الأوكرانية وقد ساعدوا في تغيير مسار الحرب الأوروبية الأكبر في 8 أعوام. لن ينسوا كل ما قمنا به، أنتم قمتم به، وكل من كان منخرطا في هذه الحكومة لأيضا المضي قدما بعجلة الاقتصاد في الأشهر الأخيرة. قمنا وسوف نقوم دائما بتزويد القوة ومنح القوة الاقتصادية لمساعدة الناس من أجل تخطي هذه الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها حرب بوتين الشرسة غير المبررة ضد أوكرانيا. وأنا أعلم أن هذه الحكومة ستقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتخطى الناس هذه الأزمة، وهذه الدولة سوف تنتصر. وإذا ما كان بوتين يعتقد أنه سوف يستطيع أن يبتز الشعب البريطاني فهو مخطئ تماما. والآن والمستقبل وفي المستقبل حتى نفهم تماما الأعمال الحكومية ونفهم تماما كيف تعمل الشركات في القطاع الخاص، وبالتالي سوف نقوم بالتزامات تجعل شوارعنا أكثر أمنا واقتصادنا أفضل. نتكلم عن 13,000 عنصر من الشرطة سوف يتم تعيينهم، وسوف نعين بحلول نهاية العقد آلاف الممرضات، وسوف نزيد أيضا من المستشفيات بنهاية هذا العقد، وسوف نزيد من التمويل ومن رواتب المعلمين والمعلمات ومنح ضمانات للشعب البريطاني. سوف يكون هناك 3 سكك حديدية جديدة وبرامج جديدة في خدمة الشعب البريطاني، وأيضا سوف نعمل على الإنترنت والتطور التكنولوجي، وسوف ننتقل أيضا ل 70% من التغطية، وأيضا سوف نوفر الحلول على المديين القصير والبعيد، وبحلول 2023 سوف ننتقل إلى 50% من طاقة الرياح عبر البحار أو في البحر، سوف يكون هناك مفاعلات نووية جديدة كل عام. انظروا إلى كل هذه التغييرات التي تحدث في بلادنا، ولذلك الاستثمار في القطاع الخاص هو مهم، ونحن بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات.